السلام عليكم البنات، اليوم فيديو جديد ان شاء الله. غدا ان شاء الله في الصباح بغيت نطيب دجاجه محمره، ولكن في نفس الوقت مبخره. غادي نديرها غنديرها تبخر وهي معمره، عاد ندخلها تحمر. ايوا، ودابا في هذا الليل غادي نرقدها. غنعطيكم الليقام اللي ترقد بها، بقاو معايا تاخذوا كاع العناصر اللي ترقد بها عاد غدا في الصباح نلقاها موجوده ليا باش تدخل معاها الاقامه تجي بنينه. ناخذ لاكريم فريش، اللي ما عندوش لاكريم فريش يدير دانون طبيعي. انا تنخدم بلاكريم فريش. سكنجبير نص معلقة، راس الحانوت نص معلقة، زعفران معلقة، معلقة صغيرة البنات، بزار نص معلقة، صوجة معلقة. أنا خدامة لكم بمعلقة صغار. هذه واحد لقامة تاع الشينوا فيها الزعتر، أنا عزيز عليا نخدم بالزعتر بزاف. ناخذها شويه هنا، غادي ندير ثومه 4 طريوصه، جوج جوج اخرين 4 طريوصه، اللي عنده ثومه غبره يديرها ثومه غبره. ثم بعدا كاينه تجي بنينه. حامض ندير معاكم الاقامه كامله، نص حامضه كنور تاع الدجاج. تنخدم بكنور تاع الدجاج، كاين اللي ما تيديروش ولا ما تنديرو. نعطيكم كاع المقادير اللي تندير انا، معلقة السمن، وهاد القوام البنات هو اللي تندير في الشعريه، ما تنقص عليه حتى حاجه. في الشعريه تنزيد عا الزيتون والحار والحامض مقطع. نتوما غادي تبقاو معايا دابا هذه لقامه تاع الدجاج، نخلطها صافي ونرقد فيها الدجاج باش نرقد الدجاج حتى يكون موجود وتكون داخله فيه لقامه. البنات غنزيد الطم داما تاع زعفران، داما تاع زعفران، مابقيتش بغيت نزيد زعفران. اللي عندو زعفران حر يدير زعفران زغبة، يدير زعفران زغبة. أنا ندير داما تاع زعفران، أها، وندير شوية ماموطا، ماموطات. حيت أنا مدرت لا حار لا والو، درت معلقة كبيرة، معلقة صغيرة.
غندير الملح راه ذوقو الملح اللي تخدم بها راه ما مالحه ما والو. صافي هذه هي المكونات ديالي. ناخذ الدجاجه ديالي بسم الله نتوما بلاتها تنعمرها بالقام الداخلي. شفت موس وعندي لها باش تدخل معاه القامه بالصدر. صافي خط طقبوه شويه صافي وعاودوا دخلوا القامه هكا البنات. صافي دابا انا ندخلها ان شاء الله للثلاجه. هذه هي لقامتي ندخلها للثلاجه باش غدا ان شاء الله نلقاها موجوده وعاش ندير القامه نصوب القامه الشعريه الصينيه. بسلامه. صباح الخير البنات انا رجعت معكم عاوتاني. دابا ندير الشعريه الصينيه نطفي على الماء هو سخان عندي طاب كاع شي سخان. ندير الشعريه الصينيه على اللوحه ها نخليها في الماء سخون حتى توجد ليا. صافي نخليها في الماء سخون حتى توجد ونرجع ليها ان شاء الله. ما نخليهاش في ما كاين اللي تيديرها طيب لا ما ديرهاش طيب هي في الماء سخون وخليها على خطر تطلق على خطر. صافي وجدت عندي هنا الشعريه الثانيه نقطعها هي صفيتها من الماء سخون تنزرب حيت اليوم الاربع الدراري غيجيو يتغداو. بغيت نشارك معكم العمارة ديال الدجاج اللي غادا نصوب كنتمنى تعجبكم البنات. غنقطع هاد الشعرية الصينية صافي ندير فيها لي قامل ديالي. هنا البنات غنعطيكم المقادير غندير نص معلقة تاع التحميرة شويه تاع سكينجبير شويه تاع ابزار على حساب الدراري الصغار اللي معدو عندو الدراري الصغار ما يديرش ابزار بزاف. انا ما عنديش كاع الحار زعفران راس الحانوت شويه راس الحانوت شويه ما نديرش بزاف البنات. ملحه بالجبنينه الحامض قطعته الزيتون الزيتون مقطع تا هو الربيح معلقة كبيرة ثومة وندير جوج دراس هذا هو المقادير ديالي. نخلط هادشي
نديرو شويه مايونيز لا موطارد لا موطارد لا موطارد غير اللي تيبغى لا موطارد يدير شويه لا موطارد انا ما درتش لا موطارد هذه هي الحشوه ديالي البنات بسم الله نبدا نعمر فيها بسم الله راه شفتوا انتم رقدت انا في الليل كيدي عزيز عليها هذه الاقامه عمرو مزيان باش ما تطيح ما تطيحش الاقامه صافي فاش تعمروها مزيان نتوما عارفين الخطوه الاخيره غتجمعوا لها رجيلاتها وغنحطوها تبخر صافي نديرها تبخر هذيك الساعه فاش تبخر ونحمرها ونوريها لكم ان شاء الله معايا نكتب ايديا هنا البنات صافي انا درت دابا يا الطنجره ديالي شويه الماء وشويه الحامض صافي وحطيت الدجاج ديالي تبخر مع راساتو تيوجد اش غندخلو ان شاء الله الفران ونحمرو وبالصحه والراحه عشان نوريكم النهائيه نوريكم في الاخر ان شاء الله كي غايجي البنات هو الدجاج هنا دابا وجد دابا هنايا غادي ندير ليه زبيده وندهنو بالزبده صافي ندخلو الفران كاين اللي تيبغي يدير الزبده والسمن كاين اللي تيدير الزبيده مع زبيده بركه شي محمر والخضره راه درتها تبخر حتى هي الطيره ديالو انا نديرها ندير معاها الخضره ان شاء الله ماشي الدجاج اللي طيب يتحمر هذا هو الديكور النهائي ديال الدجاج ديالنا مبخرهم داخل الفران تتبان بنينه ديك الساعه كل واحد يزوقها باش ما بغا ايوا تنتمنى تعجبكم وتنتمنى ديروا هاد الحشوه اللي وريتكم والطريقه ونتسنى لايك يجيب جيم اللي بغيتو يلا الله يعاونكم فيديو جديد ان شاء الله.